موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، جعل الله عز وجل القرآن فرقانا يفرق بين الحق والباطل، وبين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين السنة والبدعة، بين الصفات والأخلاق الحسنة والصفات والأخلاق السيئة الرديئة. وأكثر آيات القرآن تذكر دائما أهل الجنة من الأنبياء الصالحين، وتذكر صفاتهم كما تذكر أهل النار وتذكر صفاتهم. فتأمل ذلك مما يعين على إصلاح القلب حتى يلحق الإنسان بالصالحين، فإن صحبة الصالحين نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة. ومن فاتته صحبة الصالحين في الدنيا لأنه لم يدرك الأنبياء ويعني فاته زمنهم، لم يعدم أن يصحبهم من خلال سيرتهم، من خلال آيات القرآن. إذا أردت أن تعرف أخلاق الرسل فتأمل الآيات في سورة يوسف، وفي كيف فيها الحلم والعفو والصفح والصبر والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل في سورة إبراهيم عليه السلام، كيف واجه الرسل أقوامهم الذين ردوا أيديهم في أفواههم. هذه صفات الجبابرة والطغاة، ردوا أيديهم في أفواههم، إما أفواه أنفسهم إشارة أن يسكتوا للرسل، أو ردوا أيديهم في أفواه الرسل ليمنعوهم من الكلام. هذه الطريقة وهي محاولة إسكات الدعوة ليست جديدة، بل هي في كل زمان. ردوا أيديهم في أفواههم، طبعا الأولانية تهديد، التفسير الأولاني تهديد، والتفسير الثاني عمل، إنهم بيسكتوهم بالعافية. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. المفروض اللي في شك يعمل إيه؟ يكفر ليه؟ يعني ليه يعني مبادئة بالكفر؟ اللي في شك يدور، لكن العند، لا تلاقي العناد والجبروت والكبرياء بالباطل. ليه؟ علشان الحسد. قالت رسلهم أفي الله شك، أفي وحدانية الله شك، فاطر السماوات والأرض. دائما توحيد الربوبية هو دليل على توحيد الألوهية، لأن خلق السماوات والأرض أمر بين جلي، لا بد له من خالق قدير عليم حكيم، له كل صفات الكمال والعلم والحكمة، فهو وحده الذي يقتضي أن يعبد. إما أن دول كانوا ناس ينكروا وجود الله، وده مش ظاهر، إن معظم الأمم بيقر بوجود الله، ولكن أفي الله شك، يعني أفي إلهية الله شك، أفي استحقاق الله أن يعبد وحده شك، وهو فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، ترغيب، ويؤخركم إلى أجل مسمى، ترغيب مع ترهيب، لأن التأجيل إلى الأجل إن أنتم استجبتم، معناه إذا لم تستجيبوا لم تؤخروا،
لم تؤخروا أي خصفت أعماركم وأتاكم عذاب الله. وهذا التأخير تأخير نسبي أو تقدم نسبي، نسب النسبة إلى ما كان يمكن أن يحدث غير ذلك، وهو في علم الله واحد، لا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن يؤخركم يعني إن استجبتم. هم ما استجبوش فلم يؤخروا، يعني كانوا لو كانوا استجابوا فعلا كطلت أعمارهم في أنواع النعيم ثم ينتقلوا إلى الجنة بعد ذلك، يغفر لهم تغفر لهم ذنوبهم ويؤخروا، ومع ذلك لم يستجيبوا فأتاهم أجلهم الذي قدره الله لهم أولا. لكن ده كان ترغيب متضمن ترهيب، لأن الدعوة إلى الله لابد أن تتضمن الأمرين، يغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالت لهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. الفضيحة بقى الحقيقية اللي كان بيحاولوا يغطوها، ليه هم مش مستجيبين؟ ليه هم في شك؟ القضية إن أنتم ناس زينا، إيه كده كشفت الأمور، إن اشمعنا أنتم؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا. الحسد والكبرياء، ان احنا ازاي نبقى احنا تابعين ليكم واحنا احق بالايه بالملك واحنا احق بالصدارة. الصفات الابليسية دي، صفات الملأ الكبراء والعياذ بالله. و الحاجة التانية التقليد الاعمى، تريدون ان تصدونا عما كان عبد اباؤنا، عايزين تغيروا النظام. ايه النظام؟ اعبائهم يعبدوا اصنام ويعبدوا مخلوقين. العادات والتقاليد من اقسى صفات البشر المدمرة، لان الواحد لما يقعد يفكر كده دايما ازاي العقائد الباطلة المتناقضة بتنتقل من جيل الى جيل. يعني ازاي النصارى قبلوا ان ربنا يتصلب وان هو يتولد من بطن امرأة، حواه بطن امرأة وولد صغيرا ويأكل ويشرب وتكون له الحاجة، مفيش الا ايه التقليد. طب ازاي الملحدين بيجيبوا ملحدين بعديها؟ الحد ده حاجة جنونية لا يمكن ان تكون لها يعني في عقل يقول ذلك. زي ما بنقول كده، الناس لو بعد 1000 سنة وجابوا لقوا دولاب خشب كده المنقوش النقشة دي، يقدر الإنسان على أن يفعل مثلها؟ عمرهم ما هيقولوا هي جت كده والخشب نحت نفسه. بعد 1000 سنة هيقولوا دي آثار بتاعة المصريين القدماء اللي هو احنا بقى، لا يعني اللي كانوا عايشين هنا، أو الرومان أو الفراعنة. ما حدش هيقول لا دي عملت نفسها، حاجة في منتهى الغباء. لا، حاجة مش مقبولة مش محتملة. مسألة ان الكون اتخلق بدون فاعل مش محتملة. انت ما بتقبلش حاجة في الدنيا كده مفطور على ان من فعل هذا بآلهتنا. لو في حاجة اتعملت اتكسرت، ان الصخور تفضل صخور والجبل يفضل جبل ما يعملش حاجة. لو حد نحته يبقى في حد ايه نحت، ولا حد كسر النحت يبقى في حد اللي ايه اللي كسر النحت. وليس ان طب تبقى الكون فاطر السماوات والارض، خلق السماوات والارض والبشر نفسهم والدقه والاحكام، مفيش غير التقليد. ازاي مثلا ملايين الناس تعبد بقره؟ لا مش ملايين، واحد وشويه مليار يعبدوا البقره دون الجاموسه. ايه المشكله؟ يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ غاندي جايبين له مقاطع كده هو بيتغزل في الايه في البقره اللي احسن من امه. امي رضعتني 2 سنين والبقره تديني لبن ايه طول العمر. البقره ما امي بعد ما تبقى ما اكبر بتعوز مني ايه ان انا ابرها واحسن اليها
البقرة مش عايزة مني ان انا اوكلها بس وخلاص. فاهمة؟ طب ما الكلام ده منطبق على الجاموسة بعينها. ها؟ والحمار صح؟ طب ما في ناس بتعمل الحاجات دي برضو. انتوا شفتوا بتاع القرد اللي قاعد اللي جايين كل شوية يعملوا له بتاع كده ياخدوا له بركة من الهنود برضو، وجي واحد بقى كده راح جاي ضربه على قفاه القرد بتاع كده، ومقاطع بيترموا للبقر علشان البقر يدوس عليهم ويعورهم، وتبقى دي احسن حاجه، وزينين البقره بانواع الزينات وكده، والجاموس ياكلوه. ايه اللي خلى الموضوع ده كده؟ العقائد دي جت ازاي؟ طب مليار بشر وشويه يا اما ما بيعبدوش حاجه خالص، يعبدوا ايه؟ يا بيعبدوا بوذا بتوع الصين دول والعياذ بالله. ايه اللي خلاها كده؟ كان اخ بيحكي لي مره بيقول لي قاعد يتكلم مع واحد منهم تاجر كده، يقول له هو مين اللي خلقك؟ قال له ابويا. قال له طبعا الكلام ده كذب، لان مش انت اللي خلقت ابنك، انت قعدت عملت ايه مع في بطن زوجتك عشان ابنك يتخلق، عشان انت تعمل له حاجه؟ ولا مليم ولا ذره. طب انت طب ومين اللي خلق ابوك؟ قاعد يفكر كده. بعدين قال له ابوه. طب وبعد كده؟ قال له مش عارف. فاهم؟ مش عارف. طب وفي بعد ما نموت هنروح فين؟ قال له ما اعرفش برضه. آه سبحان الله. طب ما حدش يفكر ليه طيب؟ طب ما فعلا افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما انت بتشوف قدامك يا رب ملكات الجمال بيبقوا ايه في كبر سنهم، ما اغنى عنهم الاستمتاع الاولاني، الاغنياء والفقراء اللي ما اصحاب المليارات اللي ماتوا، ايه اللي حصل لهم؟ انتهى كل شيء. يبقى لازم نفكر في القصه. القضيه هي قضيه التقليد. اكبر حاجه التقليد، عباده الاوثان. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا، انتم اللي محتنا بايديكم. لكن اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم؟ مفيش حاجه عقل نهائي، لكن الصفات القبيحه. ولذلك التقليد ده عمر ما حد يتربى عليه انه يبقى صح. لازم نخلي الانسان يفكر، لازم نعلمه الدليل. مش عايزين ان هو انسان يطلع ايه انت مالك ومال الدليل، خد الكلام هو ده الدين. هو ده اللي خرج لنا ان الدين عباره عن كومه اقوال، نقعد ننقي بقى، ما عجبناش ناخد قول تاني، ما عجبناش ناخد النهارده قول وبكره ناخد قول غيره بمزاجهم. ولذلك التقليد ده من أسوأ صفات الامم المكذبه للرسل، فما ينفعش يؤمر بيه الناس. امال احنا بنقول ايه للناس العوام ما يعملوا ايه في الفتاوى؟ هنقول لهم اسالوا اهل الذكر عن الذكر، ما تسالهمش عن اراء كده متنوعه ونقعد ننقي منها. ما لما الغرب يكون عايزنا نخلي ما نعملش حاجه في العيال البالغين اللي عندهم 18 سنه، نقعد نفتش كده هنلاقي قول عند الحنفيه ان بيقولوا البلوغ عند ال 18، تقوم تاخد وتصدره لهم. يا سيدي ده بيقولوا 18 لو ما ظهرتش علامات البلوغ ايام الدستور الاخير ده، الحته دي عايزين يحطوا، هم حطوها فعلا، بس مين السبب؟ اللي هو ان الطفوله سنها 18 سنه. حاولنا محاولات يا عباد الله، انتوا هتعملوا الناس العيال دي بتعمل جرائم لو ما فيش بتاع، واخد بالك؟ وبعدين ده جمهور العلامات كلها عند العلماء كلهم. راح جاي المفتي هو اللي مطلع لهم ايه؟ يفتش كده قول بان اقصى سن البلوغ 18. ها؟ المهم مش كده. ده عند الحنفيه والمالكيه اللي قالوا بيه مع انه شاذ عندهم. واخد بالك؟ مش هو مش ده المعتمد؟ بيعتبروه لو ما ظهرتش العلامات، يعني لو واحده حامل هيقول لا انت طفله. الفسيولوجي بيقول كده مش كده. والاناتوم بيقول مش كده. والجسم البشري بيقول مش كده. ده الناس كلها شايفه انا راجل وامراه. انت تقول له دول اطفال. اهو عمالين ايه؟ يسترسبوا حته بحته. ربنا يستر والله. هو صدروا الكلام ده عشان ايه؟ عشان قضيه التقليد الاعمى.
يعني أعوذ بالله من هذه الصفة القبيحة. اللي هو بقى سعد الدين هلالي وأمثاله يقعد يقول لك إيه الخمر العنبية، واخد بالك، والخمر غير العنبية، يشرب ويسكي ويشرب بتاع ما يسكرش، بس ما في مذهب كده. وإيه مذهب تاني؟ إنه مش عارف يقعد يجيب لهم مهمته إنه يقول لهمش حتى الراجح والحلال والحرام، يقول له أنت نقي بالظبط كده، عبارة عن كان قصر الناس قاعدة تحديه في الطوب لغاية ما تهد، وبقت عبارة عن كومة حجارة. قالوا الناس هو ده القصر، ما حدش هيبدأ يسكن فيه، ومع ذلك ياخدوا أي حاجة يقول لك هو ده الدين. ده أسلوب فظيع، وياما ناس عمالة تحيي أسباب انحطاط الأمة. اللي بيرسخوا قضية المذهبية وإن ملهاش حل تاني، ملناش حل تعلم إلا هي، الحقيقة إن التقليد الأعمى واللي بالبعد عن الدليل هو اللي أدى بالأمة إلى الانهيار الفكري والحضاري والثقافي، اللي خلى الأعداء يتسلطوا هذا التسلط، اللي خلى الشركيات تخش. إن الشيوخ قالوا كده، يا سيدي دول أنت بتدعي مين؟ بتدعي غير الله؟ ده دول ماتوا، الشيخ فلاني قال كده، واخد بالك؟ والعياذ بالله. التقليد ده مدمر جدا، والسمع والطاعه بقى للكبراء والساده. يعني في السياسه لازم تسمع واللي يجي لك تنفذه، مالكش تتكلم ولا تقترح لغايه ما تنضب الكفاءات. زي بالظبط كده القرون الاربعه الخمسه الاخيره قبل السقوط المدوي للخلافه ما فيهاش علماء مجتهدين بمعنى الكلمه. هتلاقي اصحاب الائمه الكبار، هتلاقي مثلا فيهم ناس حاجه عاليه جدا، يعني شوف البيهقي في الشافعيه، والامام البغوي، وابن عبد البر في المالكيه، والخرقي، هتلاقي ناس حاجات كبيره جدا في كل المذاهب، واخد بالك؟ وتلاقي الصنع مثلا اللي هو بدائع الصنائع للكساني يجيب لك الكلام على الأدلة. الحنفية في حاجات الأوائل أو أصحاب الأئمة الكبار، يعني شوف تلامذة أبو حنيفة المباشرين اللي هو محمد بن الحسن والإيه وأبو يوسف، أقوالهم عبارة عن حاجات كلها بأحسف الأدلة. ما تعلموش إن إحنا الإمام وخلاص، لا، خدوا اتعلموا إن إزاي يستدلوا. فربنا يرحمنا، قالوا قالت لهم قالت قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. عايزين حجة، عايزين معجزة، وهي جت لهم المعجزات، مفيش فايدة، سبحان الله. لأن اللي بيكذب القضية اليقينية الكبرى في وحدانية الله مش هتنفعه المعجزات. قل قولي هذا.